السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. شرف للإنسان وهو الصغير الحقير مع شخصية زعلان كالفقيد قدس الله نفسه أن يقف ليؤذن وليتذكر الأطلال التي ربما عاشها في أيام أو شهور أو سنين. السيد فضل الله ترك بصمته على شخصيته ونكهة منهجه الحواري أو العلم بشكل شعرت أنني تأثرت بشخصيتي كلما تقدمت في السن. كنا نتجول بين القرى والمناطق، صدقوني من سماهي جدير وعراق إلى خزفان دارجلي إلى تراس ما بينهما حتى ستران هزة. كنا ننطلق التنانيات وفي بداية التسعينات نحمل تحت إبطنا كتاب مفاهيم الإسلام، كتاب صغير من 10 حلقات فيه معالجة إلى حاجة الشباب وإلى القضايا التي تخلق شبابا واعيا ملتزما متحضرا قادرا على التعاطي مع الحياة اليومية وتفاعلاتها. وبدأنا نجتهد لاحق كتب السيد فضل من منزلنا على طول نروح نشتري في معرض أو في مكتبة خطوات على طريق الإسلام، قضايا إسلامية، قضايانا على ضوء الإسلام، أسلوب الدعوة في القرآن. هذه كانت كتبه الأولية، كتاب الإسلام ومنطق القوة. هذا الكتاب رائع، الإسلام ومنطق القوة، يمكن أن تقرأه وتدرسوه، ربما حتى يتصل بواقعنا اليوم في هذه في ضوء هذه الاعتداءات التي يملك فيها الطرف الآخر آلة العمر وآلة القدرة والقوة. لا تملك إلا موقفك المبدئي المتقدم الراقي الحضاري للإنسان. اقرأ كتاب الإسلام والقوة. هذا الكتاب كتبه السيد فضل الله في فترة كانت بيروت تحت القصف المدفعي، فبدل أن يجلس الظلام ما في كهرباء قام ثلاثهم شريها كان قلمهم يتحرك فأنتج كتابا راقيا من وحي المعاناة. فالله تميز منذ بدء حركته الميدانية العلمية. أنا لا أعرف نجف أنه كان من أعتراب بعض الفقهاء اليوم، هو تلميذ السيد الصدر رحمة الله عليه أو زميل السيد زميل هو تلميذ السيد الخوي رحمة الله عليه. انتقل إلى بيروت بحاجة بيروت إلى حاجة لبنان إلى وجود العالم بعد غياب السيد نص الصدر صاحب المشروع العراقي، ولكنه آثر أن لا يبقى في منطقته أو في صومعته في أقاطع الجرام. بحسب ذاكرتي أنه المفكر الإسلامي الشيعي الوحيد الذي كان يتنقل بين العواصم الأوروبية، يروح إلى الطلاب الذين يتعاثرون من بلدانهم، وكانت تأتي السيد فضل الله على طلاب البحارة في لندن وفقيها
تأثيرة كبيرة. أصلا نحن عرفت من خلال ما عرفت في سنة 79 حينما جاء إلى مؤتمر التربية في جمعية التربية الإسلامية، كنت حينها صغير جدا يعني، يجيبونا في الباص هو يلقي كلمات من العطارة في الجمعية، فقبل الله بعد يود يعطينا فرصة نلعش من المنامج على الدراس، وحين تعرف جو مفتوح نلعب نخلص والله المحاضرة نحن نركب الباص ونرجع. بس يبدو ان هذه كانت اولى عتبات التواصل والتعاطي مع هذا العملاق. فالضم خرج من الحدود التي هو فيها وذهب الى حيث وجود من يحتاج الى ان يتلقى. هذا ليس امرا يعني، هذه المقارنه بينه وبين بعض الفقهاء، وليس لان الفقهاء الاخرون فيهم امرا نعيما. هناك من الفقهاء من يصلح له ومن يكون مكانه وحمزته ومقامه في مكانه امرا صحيحا. فالله خلق جو اخر انطلق حتى يهج بيت الله سبحانه، حتى اهل بيت الله سبحانه وتعالى كان يذهب في كل سنه ليتواصل على الحجاج، لانه يعتبره مشروع تواصليا، لانه لم يستطع بقى في لبنان في حينها لم يستطع الالتقاء بكل هذه الجنسيات سواء كانوا شيعه او سنه، ولهذا كان مؤثرا حتى على المكون السني الذي وجد فيه فقيها متقدما حضاريا منفتحا قادرا على التعاطي، لا يعرف الانغلاق، يستمع الى الطرف الاخر، لا يضع حتى الذي يريد ان يتناقش في امر معين. واذا رجعتم الى كتابه الاخير او السلسله الطويله وهي الندوه، هي بمثابه يعني انفتاح القلب للقلب، ويسمع كل الذين يحضرون خصوصا الشباب ما لا يسمع الفقهاء الاخرون، ولهذا نسمع منه ما لا نسمعه من الفقهاء الاخرين، لان هو يسمع من الناس ما لم يسمعوه ايضا من الناس، ولهذا يكون تفاعله مميزا باعتبار انه لا يرى حاجزا لمن ياتي لمناقشه او ياتي فيه. هو عنده مشروع الانفتاح الفكر، الانفتاح الاجتماعي، انفتاح حتى الفقه، الانفتاح الفقهي هو بهذا الوزن الثقيل. إذا جلس معه الشاب وسأله بطريقة بالتأكيد سيعطي الشاب مجالا أكبر لأن يتفاعل معه كفقيه يختلف عن الفقهاء. أنا أؤكد مرة أخرى، لا يعني أن الفقهاء الآخرون هذا أمر نعيم بالنسبة له، يعني اختلاف المنهج إطلاقا لا يعني معيبا طرف، يعني عيبا في أو عواء في طرف آخر. المنهج أعطاه يعني لونا وعنقاً تختلف عن غيرها. السيد فضل الله كان يلتقي بالصحافة، يعني سوى مقابلات صحفية. ليس كل الفقهاء يعملون صحافة، يعني مقابلة فقط يعني صحفية، ما يسوى مقابلات صحفية. هو يفكر، هو يعني ينتقل إلى كل القراء. السيد فضل الله سوى مقابلات يعني تلفزيونية، مقابلات فضائية سوى فيها. فضل الله يعني كتاب الندوة كان يعتبر بالنسبة إليه هو الجسر الذي نقله من حيث هو وحيث النخبة الذين يذهبون ويقرؤون هذه الكتب التخصصية، ولا أقول التخصصية بالضبط ولكن أقول المحددة في الهدف، خطوات وأسلوب الدعوة وما إلى ذلك. هذه الكتب جميعها حتى في الاختلاف عنده كتاب رائع. انتقل للندوة الذي يعتبر هو الحديث منفتح تماما. يعني انا تاثرت تربوي او سلوك ابوي ورايته اسلوبا ناجحا جدا جدا. يقولون ان فضل الله رحمه الله عليه لا يتعامل مع ابنائه باكثر من النظره الحاده، ما يستخدم صوت إذا سأل عن ولد من أولاده ما يستخدم، بس النظرة الحادة شكل شيء عم يخسر فيه يعني.
تعرف ما طريقتها؟ هذه تجعل من الصرخة مؤثرة جدا، لأنها يعني تعود بالخزر على لازم تسويش. فالصرخة أو الزجر هذه يعتبر بالنسبة إلى الطفل أو الولد حرمين يعتبر عليه أبوين. يعني السيد فضل الله يكفي نفسه ويكفي ابنه من الضربة، من الضرام، من الشرخ، من الرفسة، انه يعتمد في الاساس على قوة النظر الرادعة. هذا بالفعل امر يواجه مبروك صحيح. كلها خزعات مش الشمس بس لا اضرار ولا صحة. هذا يدل على ان السيد فضل الله دائما يستخدم الاساليب الاقل انتهاكا، الاقل ايذاء، الاقل تجرعا في تحقيق ما يريد. ولهذا احيانا يتحمل الم الطرف الاخر بسبب ظاهر الانفتاح. مع دقه من فتح تقبل الاخر وما يقول ولا تلوم نفسك ولا تلوم الطرف الاخر لانك انفتحت عليك ان تسلم، ولكن نحقق نتيجه اكبر، لانه لا يمكن ان تتعرف على الطرف الاخر اذا لم تعطيه المجال أن يعبر عن ما في مكروه. ويشوف الجيران خصوصا بعد ماما بسرعه ويحكي الجيران مهيب ما تتحكى، لا يعطيك المجال حتى يعرفوش عنك حتى يقدر يعالج العدو. اذا خلقت هذا الجو تخلق عند تخلق يعني اذا خلقت هذا الجو تقدر تنتقل الى الاخر، وهذه مهمه. ولهذا فان فقهاء سيف الله اعطانا نموذج أن فقهاء قالوا ثروات السيد الحكيم الأب وأبنائه الشيخ كاشف النفار 23 في العراق، السيد الإمام رحمة الله عليه بثورته الناجحة التي قلبت وجه العالم، والسيد فضلات المعتقد ثورته الفكرية خلق تحريك المياه الراكدة. فقهاء اعتز به ولا يهمنا لو الآخرين ولا يهمنا تشكيكهم، ما يهمنا هذا مبدئي، هذا ديني، هذا مذهبي، هذا انتمائي، هذا أصولي، وهذا مستقبلي. إذا تشكون في وطنيتنا في أصولنا وفي نزاهتنا لأننا نتبع الفقهاء، لن نترك الفقهاء لأنهم يعتبرون بالنسبة لنا مرجعية في الحياة. الآن التعامل السياسي، العرض السياسي يقول علي أن تعيش بريطانيا أو تصير رئيس بريطانيا أو رئيس وزراء، أشوف رئيسي رئيس الفرنسي في يد المسير رئيس الاندلسي، أعيش هناك الجو السياسي، بس أن أقطع علاقتي بانتمائي وتأثري واغتيالي وانقيادي للفقهاء هذا أمر غير وارد بالنقطة. صبينا، شكرنا، ادعي علينا، يعني أخرجونا من حقنا في النزاهة والأصالة والاستقامة. هذا شأن أختمه في الأخير يقول أن منهج السيد فضل الله الذي رسم خارطه الاوليه لا شك بانه قادر على التعاطي في هذه الفتره الزمنيه التي يتواصل الناس فيها عبر وسائل التواصل التي ربما كثير من الفقهاء لا يطرقونها، يعني لا تستبعدونها. على فتره شوف فقير ده تويتر وغلط تويتر اسلوب تواصل، كلمة طيبة إذا كتبها فقيه في تويتر